1984 اعتبرت أيضا من المرشحين للتتويج النهائي. المنتخب الوطني وبعد تأهله تحت قيادة المدرب زوبا تنقل إلى كوت ديفوار بقيادة محي الدين خالف العائد على رأس العارضة الفنية للخضر. الدور الأول بمدينة بواكي الإيفوارية عرف دخول قوي للنخبة الوطنية التي أطاحت بالملاوي بثلاثة أهداف للصفر، وأداء مباراة في القمة أمام غانا بفضل الفوز بهدفين للصفر بفضل مناد وبن صولة. المباراة الثالثة والأخيرة للدور الأول أسالت الكثير من الحبر بعد نهايتها بالتعادل السلبي بين الجزائر والنيجيريا، بحيث الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سلطت على المنتخبين عقوبة مالية بدعوة ترتيب نتيجة المباراة. النصف النهائي جمع بين الكامرون والجزائر في واحدة من أقوى مباريات دورة 84 بكوت ديفوار. المنتخبان اللذان مثلا إفريقيا أحسن تمثيل في مونديال 82 بإسبانيا قدما عرضا كبيرا رغم أنه انتهى بتعادل سلبي في الوقت القانوني والإضافي، ليهدر محمود قندوز الضربة الترجيحية التي سمحت للكامرون للمرور للدور النهائي. الجزائر تمكنت في المباراة الترتيبية من الفوز على المنتخب المصري بثلاثة أهداف لهدف والأخذ بثأرها من الفراعنة الذين أقصبوا الفريق الوطني في تصفيات أولمبياد 84 بلوس أنجلوس. المنتخب الوطني في هذه الدورة عين كأحسن منتخب بأحسن دفاع بعد تلقيه هدف واحد فقط وبأحسن هجوم بثمانية أهداف كاملة. المنتخب الوطني اللي يفوز نهائيا بالمقابلة وذلك في الثواني الأخيرة بحيث سجل الهدف الثالث عن طريق يحيى في تمام الدقيقة 44 و59 ثانية.